غزوة، رسول الله يعد لغزوة. عمر يرى في كل مرة أن أبو بكر يفوز دائما بالمبادرات. في أي مبادرة يبادر إليها رسول الله كان عمر يرى أن أبو بكر هو الأول. فأراد عمر هذه المرة أن يكون هو الأول. فجمع الناس، رسول الله جمع الناس وقال لهم من يستطيع أن يتصدق لأجل الغزوة فليتصدق. فمن الناس من جاء بدرهم ومن جاء بدينار ومن جاء بعشرة وهكذا. إلا عمر. قال أنا سأتبرع بنصف مالي يا رسول الله. لم يكن يعلم عمر أن هذه هي أعظم ما يستطيع أن يفعله. لكنه وجد من؟ وجد أبا بكر وقد تبرع بماله كله قبله. قبله. جاء أبو بكر قبل أن يفعل ذلك عمر، قبل أن يتبرع بنصف ماله. جاء أبو بكر بكل ما يملك وذهب به إلى رسول الله وقال يا رسول الله هذا هو كل ما أملك. فقال له رسول الله وماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال لهم تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. شوف المبادرة، أبو بكر فاز بالمركز الأول دائما، يحب المركز الأول. طيب في من الصحابة من هو ليس مشهورا؟ أبو عندما نتكلم عن أبو بكر وعمر نتكلم عن عظام جبال عظيمة، الصحابة الكبار، الصحابة الأوائل. أو أبو بكر أول ما دخل في الإسلام بعد خديجة. طيب عندما نتكلم عن أبو بكر وعمر فهم من العظماء، فهل من الصحابة من هو ليس بعظيم وليس بشهير؟ نعم. يعني عندما نتكلم دائما عن الأوائل في الفصل، لكن في مننا من ليس من الأوائل ما بيطلعش الأول. لكن كيف ينظر هو إيه نفسه؟ هنا السؤال. أنت ما بتطلعش الأول كل مرة في الاختبار، لكن كيف تنظر إلى نفسك؟ هل ترى في نفسك أنك إنسان ناجح وإنسان كفء ولا لا؟ ده السؤال. الخوف إن يجي يتسلل إليك لحظة إنك أنت مش كويس، أو إنك أنت ضعيف واستمرار بتجيب درجة وحشة وباستمرار ما بتطلعش من الأوائل. ده الخوف. إن يصل إليك لحظة اليأس أو لحظة عدم القدرة على الثقة بالنفس، فقدان الثقة بالنفس. وهذا ما لم يفعله جليبيب. جليبيب اسم غريب. في مرة في مننا من سمع عنه وفي مننا من لم يسمع عنه، صح؟ نعم. لكن كلنا سمعنا عن بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير العشر المبشرون بالجنة، لكن جليبيب لم يكن من العشر المبشرون بالجنة. جليبيب لم يكن من أوائل الصفوف. جليبيب لم يكن من أوائل من دخل في الإسلام. جليبيب كان رجلا شابا صغيرا. يقال عنه أنه أعرج. ويقال عنه أنه دميم الوجه. ويقال عنه أنه فقير. شوف كم صفة. أعرج يعني ماشي رجليه مش سليمة، رجليه فيها عين. في عيب في رجله، يعني رجل سليمة ورجل لا، بيمشي ماشية زي كده. بيزك.